عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة شفاف شكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله مشاهدي الكرام غادي نقدم لكم الفيديو السابع في سلسلة الصبلي ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكتعرفوا الصبلي مهم، لابات هي المهمة، أما لي ديكوراسيون كل واحد غادي يدير داكشي اللي بغا في لا ديكوراسيون. كل واحد عطى الله ما يتدار في لا ديكوراسيون، غادي يدير على حساب المواد اللي عنده، على حساب الحوايج اللي عنده، على حساب داكشي الامكانيات باش اللي يمكن يستعمل. كاين الانسان اللي بغى يستعمل امكانيات عاليه جدا يستعملهم. المهم الحلوه ديال العيد خصها تكون حلوه كتكال كتكال، ماشي كنتفرجوا فيها بحال ان طابلو. هذا هو المهم. انا عندي هذا الشيء اللي بغيت نوصل، هذه الرساله اللي بغيت نوصل، ان الحلويات ديال قوه السكر وقوه سميتو ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. تاكلي وحده ستوب ولا كليتيها وما نضمنش ياكلها الانسان، لانها داك السكر ماشي نورمال. نتمنى لكم تتبعوا معنا هذه الوصفه ديالنا ان شاء الله. مرحبا مرحبا. كناخذوا العجينه ديالنا كنسرحوها وكنقطعوا منها شكل اخر، كل مره كنديروا شكل، وان شاء الله غادي نشوفوا هاد الاشكال ديالنا اش غتعطينا. نتوما دروكا كتشوفوا العجينه كنقطعوها على اشكال، ومن بعد شويه ان شاء الله غادي نشوفوا اش غنديروا فوق منهم وكيفاش غنديروا. غندير لكم اشكال بيان ديكوري، في الديكور ديالهم زوينين كيجيو رائعين وكيتكالوا كيتكالوا. هذا هو المهم عندي انا، الانسان باش ياكل الحاجه. كملنا الطاوه ديالنا، واحد شويه ان شاء الله غادي نديه للفران باش يطيب. ديالنا الفران لكم، هذا هو الصبلي ديالنا طيبناه مزيان. هذا كنطيبو مزيان لان غندير فوق منه لاباط داموند. لاباط داموند ها هي كتجي بحال هكا، اللي ما قدش يصوبها يشريها، راه كتباع في ستيلات صغار، كتباع في ستيلات صغار، سميتها لاباط داموند. اللي بغى يصوبها في الدار بدون ما يتسنى تنصوب الفيديو ديالها ان شاء الله غادي نصوب لكم فيديو ديالها عما قريب. غادي تاخذوا كيلو في الميتة، ماشي كيلو، ندير لكم غير مقدار صغير. غادي تاكلوا واحد 250 غرام ديال اللوز بيض مقشر ومسلوق، ولا تشريو البودره ديال اللوز اللي ما قدش يصوبها وما كطحنش ليه الطحانه ديالو مزيان، يشري البودره بيضه ديال اللوز، الرابعه ديال البودره ديال اللوز 250 غرام، والرابعه ديال السكر كلاصي، وواحد البيض ديال البيضه، بيض البلوندوف ديال البيضه واحد. انا شفت في فيديوهات كان اللي كيديرها بالناباج، كيخلطها بالناباج، ما كتصوبش بالناباج، كتخلط هي بالبلوندوف، بالبيض ديال البلوندوف. وكاين شفت اللي كيدير كيشري واحد الملون كيتسمى ملون ابيض وكيديروا ليها، ما هذاك الشيء ما خدامش، شيء ما خدامش. الملون ما عرفناش الباز ديالو منين مصوب هذاك الملون بالضبط الابيض. داك الشيء علاش ما يمكن ليناش نشجعوا واحد الحاجه اللي ما غاديش تعطينا نتيجه مزيانه. لاباط داموند هي ديالنا، اللي بغى يشريها يشريها، راه كتباع في ستيلات ديال صغار، ستيلات صغار قلت لكم، اللي بغى يشريها يشريها، راه كتباع في ستيلات ديال الرابعه، وكتجي شويه تقريبا شي 30 درهم. الرابعه راه تدي لك شحال تقريبا، اللي ما بغاتش تصوب تصوبها، اللي ما بغاتش يتسناوني حتى نصوبها اليوم في الفيديو ان شاء الله بعد رمضان. هاد لاباط داموند ديالنا ماشي بحال لاباط سكري، لاباط سكري كلها حلاوه، كلها حلاوه. لاباط داموند حلوه شويه ويني فيها اللوز، يعني ماشي داك الحلاوه الخايبه، كتجي فن في الاكل ديالها. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ناخذ هنا، غادي ندير جوج الالوان، غادي ناخذ شويه ديال هذه وناخذ شويه ديال، وندير منها جوج اشكال باش نزوق ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا الصبلي ديالي. هنا باش ندير العجينه ديالي كناخذ هنا اللون ديال لورانج، اللون ديال لورانج، لاروم ديال لورانج، ماشي الصبغه. انا ما نخدمش الصبغه باش نلون بها لاباط داموند ولا حتى حاجه. كناخذ هذا لورانج، هو اروم في نفس الوقت كولورون. غادي نخلط لاباط داموند ديالو بحال هكا، غادي نعجنها باش تعطيني اللون ديال لورانج. ما هي بدون
هنديرش الصباغه، غادي ندير مذاق ديال لورونج. هاد لاباط دامون دروك فيها مذاق مجهد ديال لورونج. علاش؟ لان هاد البارفان اللي درت كيعطينا مذاق، هو اللي كنستعمل في الكلاص، هو اللي كنستعمل في جميع الخدمه ديالي. هاد البارفان ولا هاد سميتو هاد لاروم، هانتوما عطاني اللون اللي بغيت بلا تمارة، بلا ما نديرش. هو عطاني لورونج ديالي، هو كيجي هكا. غادي ناخذ ان شاء الله الرحمن الرحيم ندير شويه ديال البيستاش، شويه ديال البيستاش هكا. غادي نفس العمليه، هانتوما كتشوفوا كنخلطها. كيعطيك البارفان ديال البيستاش، في نفس الوقت كيعطيك الكولور ديال البيستاش. لاباط دامون ديالنا ها هي موجوده تقريبا، وغادي نمشيو للعمليه ديال تزيين ان شاء الله. خلطوها مزيان باش ما يبانش فيها ديك لوبلون ديال البيوضيه مازال، باش تبان كلها واحد اللون واحد. ها هي موجوده مزيانه. هنا كناخذوا هاد لي بياس، غنخدم هذا وهذا، جوج الاشكال اللي غادي نخدم في هاد العمليه ديالي ان شاء الله. شويه ديال الناباج كنديروه للبتيفور ديالنا بحال هكا، باش يجينا لاصق الديكور ديالنا اللي غنحطو فوق منو. نتوما هكا العمليه ديالنا، كنوركو على البورت بيس ديالنا، كنوركو على هاد البياسه باش تطبع لينا البياسه ديالنا بحال هكا. كتجي مطبوعه، كتوركو عليها، كتقلعوا الزواق ديالكم شويه هكا تتكلى لكم. ها هما كيجي بحال هكا، كتحطوه فوق الورده ديالكم بحال هكا، كتقادو كتحاولوا تقادو. كنقطعوا بحال هكا نفس العمليه، ونستمروا تنصوبوا الكميه ديالنا اللي عندنا اللي خصها تزوق. كتحطوه في البلاصه الصحيحه النيشان، لان كي تحطوه كيلصق ان شاء الله دغيا. هانتوما كتشوفوا خصنا نقادو البلايص ديالو مزيان باش تجينا فوق الزواق ديالنا. المرحله الاولى كنديروا شويه ديال الناباج بحال هكا، كنديروا شويه ديال الناباج هاد المرحله ديالنا، شويه ديال الناباج غير باش نعطيو واحد اللمعان البتيفور ديالنا. الناباج كما قلت لكم ذوبوه باش يعطيكم هاد البياسه ديالنا بحال هكا. كنحطوها في الوسط، هكا هاد المول كي يصوب لنا في نفس الوقت كيدير لنا ثقبه في وسط الورده ديالنا. هنا كنكملوا الزواق ديالنا بعد ما درنا لاباط، كنديروا لها شويه ديال الناباج مره اخرى، وكنكملوا لا ديكوراسيون ديالنا بهذا الشكل. كنديروا الوان مختلفه بهاد الدرجيات الصغار اللي كيجيو رائعين في الديكور ديالهم، كيعطيونا واحد الزواقه زوينه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم باذن الله. مرحبا، هذا هو الشكل النهائي ديالنا باذن الله، اللي صوبنا باش صوبنا هذا الصابلي ديالنا ديال هذا النهار. الصابلي صوبناه بلا بات داموند ديال الليمون وديال البيستاش، ودرنا واحد اللوزه صغيره، واحد الدرجيه صغيره من الفوق، وكيجي الديكور هانتوما كما كتشوفوه.
نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنى لكم اوقات سعيده سعيده مع قناتنا قناه الشفاف شكو ابراهيم، مشاهدي الكرام في كل مكان. نطلب منكم مره اخرى وديما غنقولها في الفيديوهات ديالي تشجيع، وديروا شير او مشاركه الفيديوهات ديالنا في الفيسبوك ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.